قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف أنا مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقومون بقطع الطرق وغلق الدوائر وأضاف أن على المتظاهرين الالتزام بساحات التظاهر التي تم تأمينها وعدم الخروج إلى الطرقات وقطعها وتأتي هذه الأوامر مع انتهاء مهلة الناصرية حيث أعلن المتظاهرون تصعيد بأساليب احتجاجاتهم من خلال قطع الطرق وغلق الدوائر الحكومية من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم